السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما بعد، معكم الدكتور محمد بن عبد الرحمن الرفيق. سنتناول وإياكم بإذن الله تعالى مقرر الفقه 7، المستوى 6، مسار طبيعي، الوحدة 5، وهو يتعلق بالفرقة الزوجية. بإذن الله تعالى سنتعلم وإياكم في هذا الدرس أمرين مهمين. الأمر الأول وسائل الوقاية من الطلاق، الأمر الثاني أنواع المطلقات. بداية، الحديث عن الطلاق حديث ذو شجون كما يقال، قضية مهمة تؤرق المجتمع بأكمله. نطالع بين الفينة والأخرى نسبا عالية للطلاق وأعدادا مخيفة، هي بحق تجعل الشخص يقف مع هذه المشكلة محاولا ومبديا البحث عن أسبابها ومن ثم العلاج لهذه كما تسمى الظاهرة. هي حقيقة ظاهرة، وسجلات وزارة العدل شاهدة بذلك لارتفاع نسبة الطلاق. إذا ما تأملنا في هذه المشكلة ووقفنا في هذه المشكلة، وكما يقال لكل مشكلة أسباب، فهناك أسباب تكون من الزوج، وهناك أسباب تكون من الزوجة، وهناك أسباب تكون من التدخلات الخارجية، أهل الزوجين والمجتمع كذلك هو سبب من أسباب هذه المشكلة. ولكل حالة كما يقال أمور تخصها، ولكن بالمجمل أسباب كثيرة جدا تكون من الزوج كما يقال. من ضمن الأمور التي تكون سببا لهذا الطلاق وتقع بسبب الزوج هو قضية عدم القيام بحقوق الزوج. من أعظم الحقوق التي أو من أعظم المطالب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها الزوج، نقول من أهم الأسباب التي تقع الطلاق من قبل الزوج أن الزوج يقصر في حقوقه كما يقال، ولا يقوم بالحقوق الواجبة الشرعية له. الله سبحانه وتعالى جعل من أهم أسباب أو من أهم الواجبات على الزوج هو النفقة. الله سبحانه وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل مطالب بالنفقة على زوجته، ولكن لما يأتي الزوج ويقصر في هذا الواجب الشرعي عليه ويقصر فيه، هنا تقع الإشكالية في الحياة الزوجية، ويكون هذا أحد أسباب الطلاق. من الأسباب أيضا التي مصدرها الزوج هو الغضب السريع. كثير من الرجال يستعجل في قضية الطلاق لأجل أو لأي أمر من الأمور، سواء أمر بسيط أو أمر وسط، يبادر الزوج ويلقي أو يقوم ويطلق زوجته. وهذا كما يلاحظ هو من تسرع بعض الرجال في قضية إيقاع الطلاق. وهذا النشاط هو موجود عندكم في الكتاب في قضية الأسباب التي تقع من الزوج. ومن الزوجة أيضا كذلك، وهذه إشكالية كبيرة موجودة في المجتمع، قضية المقارنات. كثيرا ما تأتي الزوجة وتقارن حياتها بحياة الآخرين وبحياة الأخريات مثلا من حولها، وتبدأ المرأة مثلا لما تقارن حياتها بحياة الآخرين تحس بضعف أو تحس بنقص فتقوم وتطالب بالطلاق. وهذه إشكالية كبيرة جدا. دائما نوصي النساء بأنها تحاول بقدر المستطاع أن تتأقلم مع زوجها وألا تستعجل في طلب الطلاق. أيضا من الأسباب التي تكون من الزوجة هو تقصيرها في داخل بيتها. الله سبحانه وتعالى أمر المرأة أن تؤدي أعمال داخل البيت، فإذا هي قصرت في هذه الأمور تكون إحدى الأسباب أو أحد الأسباب للطلاق. من الأسباب أيضا وهو ما يتعلق بالمجتمع، وهذه إشكالية كبيرة جدا، قلة المراكز التي تساهم في حل المشاكل الزوجية أو تقديم الدورات للمقبلين على الزواج. أيضا تسهيل عملية الطلاق ووصف الطلاق بأنه حرية للمرأة، فلما يأتي هذا الأمر من المجتمع وتسهيله للمرأة، كثير من النساء تستعجل بطلب الطلاق من زوجها، فيكون هذا السبب ليس من الزوجة وإنما من تأثيرات المجتمع. من الأسباب أيضا في الطلاق وهو أسباب الأهل كما يقال، وهذا أيضا إحدى الإشكاليات الموجودة، تدخلات الأهل في كل صغيرة وكبيرة. فتجد الزوج أحيانا يذهب إلى أهله ويخبرهم بما حصل، والزوجة تذهب إلى أهلها وتخبرهم بما حصل داخل بيتها، ويأتي تدخلات الأهل فيحاولون أنهم يسعون إلى خراب هذا البيت، وهذه كما يقال مشكلة واقعية في المجتمع.
إذن نخلص من ذلك أن الطلاق له أسباب كثيرة جدا، مصدرها إما الزوج أو الزوجة أو تدخلات الأهل كما يقال ونسميها تدخلات خارجية أو المجتمع بأكمله. إذا الرجل وزوجته أو إذا الزوج وزوجته في البيت حاول بقدر المستطاع احتواء المشاكل كما يقال وحلها داخل الأسرة، هنا بإذن الله تعالى يعني يتجاوزون كثير من المشكلات. وللمعلومية كثير من البيوت أو كل البيوت لم تخلو من مشاكل، حتى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدت فيه المشكلات، لكن كما قلنا الرجل والزوجة في داخل البيت يتحاورون ويتناقشون فيما بينهم وبإذن الله تعالى يتجاوزون هذه المشكلة. وكما يقال من أهم علاجات الطلاق قضية التفاهم والحوار بين الزوجين، وأن كل إنسان مثلا يبادر الآخر ويقدم الحلول المقترحة للمشكلة. بإذن الله تعالى سنتجاوز هذه كما يقال الأزمة وستستمر الحياة الزوجية، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن البيوت كلها لا تخلو من المشاكل. إذا علمنا أو إذا عرفنا هذه الوسائل وهذه أسباب الطلاق بإذن الله تعالى عرفنا الحلول الممكنة لعلاج هذه المعضلة الكبيرة كما يقال وهذه المشكلة الكبيرة كما يقال. إذن وسائل الوقاية من الطلاق هذه موجودة في الكتاب لديكم، من الزوج كما قلنا ومن الزوجة ومن المجتمع ومن تدخلات الأهل. نأتي إلى النقطة الثانية في هذا الموضوع وفي هذا الدرس، وهو ما يسمى بأنواع المطلقات. قدر الله سبحانه وتعالى وتلفظ الرجل بالطلاق، قال لزوجته أنت طالق. المرأة الآن هذه المطلقة لا تخلو من ثلاث حالات كما يقال. الحالة الأولى نسميها مطلقة رجعية، النوع الثاني مطلقة بائن لكن بينونة صغرى، الحالة الثالثة أو المرأة الثالثة مطلقة بائن بينونة كبرى. إذن لا تخلو أي امرأة مطلقة من إحدى هذه الحالات الثلاث أو من هذه الأنواع الثلاث، إما أن تكون مطلقة رجعية أو تكون مطلقة بائن وبينونة صغرى أو تكون مطلقة بائن بينونة كبرى. وبإذن الله تعالى سنتحدث عن كل واحدة منها تعريفها والأحكام المترتبة عليها من الناحية الشرعية. نأتي إلى المطلقة الرجعية. في البداية لابد أن نعرف أن عدد الطلقات ثلاث، الطلقة الأولى ثم الطلقة الثانية ثم الطلقة الثالثة. الطلقة الأولى والثانية هذه لها حكم، الطلقة الثالثة هذه لها حكم آخر سنتكلم عنه بعد قليل. فالله سبحانه وتعالى أعطى الرجل كما يقال فرصة في الطلقتين، الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. الله عز وجل قال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن أنت أيها الرجل لك الحق في الطلقتين الأولى والثانية، أما الثالثة كما سنتحدث عنها بعد قليل هي ليست لك. فإذا ما قام الرجل وطلق زوجته طلقة واحدة أو الطلقة الثانية ثم المرأة لا زالت في عدتها الشرعية، فيحق للرجل أن يراجع زوجته في هذه الحالة. العدة الشرعية تختلف من امرأة إلى امرأة إلى أخرى، وهذه ليس مجال الحديث عنها، ولكن في غالب النساء هي ثلاث حيضات كما يقال أو ثلاثة قروء كما قاله الله سبحانه وتعالى. فإذا الرجل طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ثم جلست فترة العدة الشرعية، وكما قلنا كل امرأة تختلف، فيحق للرجل أن يراجعها ما دامت في العدة. فإذا راجعها في مدة العدة هنا أصبحت زوجة وعادت له كما كانت. خلال هذه الطلقة الأولى وخلال المدة نسميها مطلقة رجعية. وما معنى كلمة رجعية؟ أي أن الرجل يحق له أن يعيد زوجته إلى بيتها كما يقال أو إلى بيت الزوجية كما قال الله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال علماء ذلك هو فترة العدة، والبعل كما نعرف هو الزوج. إذن إذا طلق زوجته طلقة واحدة أو الطلقة الثانية وهي في العدة، في هذه الحالة نسميها مطلقة رجعية. وما معنى كلمة رجعية؟ يعني يحق لزوجها أن يرجعها أن يعيدها ويرجعها إلى بيت الزوجية، وفي هذه الحالة هي تعتبر امرأة لها مثل ما للنساء. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. الله سبحانه وتعالى قال بيوتهن ما قال بيوتكم،
فلا زال البيت هذا لهذه المرأة، ومعناها أنها لا زالت زوجة كما يقال. إذن المطلقة الرجعية لها أحكام شرعية من الناحية الشرعية. أولا الزوج مطالب أنه ينفق عليها لأنها زوجته، مطالب أنه يسكنها ولا يخرجها من البيت كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق قبل قليل: لا تخرجوهن من بيوتهن. أيضا له الخلوة بها، أيضا له السفر بها. إذن هي تعامل كما تعامل سائر النساء، كأنها لم تطلق ما دامت في فترة العدة. بل إن كثيرا من النساء يعني يقع بينها وبين زوجها الطلاق هذا، وحتى الأبناء في البيت لا يعلمون بهذا الأمر. لماذا؟ لأنهم عاشوا الحياة الطبيعية كما يقال. إذن المطلقة الرجعية طلقها زوجها مرة أو مرتين ولا زالت في العدة. إذن الضابط في ذلك طلقة أو طلقتين، وأيضا لا زالت في العدة. ما هي الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية بالاختصار أو بالمجمل هي مثلها مثل سائر النساء، يجب على زوجها أن ينفق عليها ويسكنها، وأيضا لا تخرج من البيت وتقضي فترة العدة في البيت. وهنا يجب أن ننبه إلى مسألة مهمة جدا، أن كثيرا من الناس يستعجل في إخراج الزوجة من البيت، فإذا طلقها الطلقة الأولى قال اذهب إلى أهلك، وهذه مسألة شرعية لا يجوز للرجل أن يخرجها من بيتها، بل تقضي العدة في بيت الزوجة. إذن أحكامها مثل سائر النساء باختصار، مثل سائر المتزوجات باختصار، مثل كأن لم يقع هذا الطلاق، فلها ما على أو فلها مثل ما للنساء وعليها مثل ما على النساء. طيب هل تتجمل أمام زوجها؟ نقول نعم تتجمل أمام زوجها، لأنها لا زالت زوجة له، ولأنها لا زالت في العدة، وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن ننتبه لها. إذن هذه المطلقة الرجعية، الحالة الأولى هي مطلقة رجعية طلقها زوجها كما قلنا مرة أو مرتين ولا زالت في العدة، فتعتبر مطلقة رجعية. وكما قلنا معنى رجعية أنه يحق لزوجها أن يرجعها إلى ما كانت عليه قبل هذه الطلقة. النوع الثاني مطلقة بائن، ويسمونها بينونة صغرى، وهذه كما قال طلقها زوجها مرة أو مرتين وانتهت العدة ولم يراجعها. إذن ما الفرق بين هذه وهذه؟ هذه كانت في العدة ولزوجها أن يرجعها، فإذا انتهت العدة ولم يرجعها زوجها هنا تذهب لبيت أهلها وتسمى بائنة بينونة صغرى. هل انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها؟ نقول نعم انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها. أحكامها انقطاع العلاقة بينها وبين الزوج. طيب إذا أراد الزوج أنه يرجعها مرة أخرى، في الحالة هذه يرجعها مباشرة بقوله يا فلانة أنا أعدتك أو رجعتك أو يشهد على ذلك. هنا إذا أراد أن يرجعها أو يعيدها لابد أن يعيدها بعقد جديد مستوفي الأركان والشروط كما يقال، ومهر جديد، ويعيد من جديد كما يقال. في الحالة هذه زوجها مثله مثل سائر الخطاب، يتقدم لها فإما أن توافق له أو لا توافق له كما يقال في هذه الحالة وفي هذا الأمر. إذن المرأة في هذه الحالة كما يقال، أو الزوج العلاقة بينه وبينها في هذه الحال كما يقال أنه مثله مثل سائر الخطاب، يتقدم لها إما أن توافق وإما أن ترفض في هذه الحالة وفي هذا الأمر. إذن المطلقة البائنة بينونة صغرى كما قلنا طلقها زوجها مرة أو مرتين وانتهت العدة ولم يراجعها، إذن انقطع الذي بينه وبينها وهي تذهب إلى بيت أهلها، فإذا أراد أن يعيدها مرة أخرى كما قلنا يتقدم لها مثلها أو مثله مثل سائر الخطاب، إما أن توافق عليه أو ترفض لهذا الرجل. فإذا وافقت عليه كما قلنا بعقد جديد وبمهر جديد يكون مستوفي الأركان والشروط من الناحية الشرعية. الحالة الثالثة مطلقة بائن بينونة كبرى، مطلقة بائن بينونة كبرى، وهذه هي التي طلقها زوجها 3 مرات. كما قلنا في البداية الطلاق مرتين والرجل له حرية في الاختيار، فإذا طلقها الطلقة الثالثة انتهت العلاقة بينه وبين هذه المرأة بتاتا، ولا يعيد له ولا يجوز له أن يعيدها ويرجع مرة أخرى كما قال سبحانه وتعالى: إلا أن تتزوج شخصا آخر ثم يطلقها الآخر. هنا يحق للزوج الأول أن يعيدها مرة أخرى ويتزوجها من جديد. طيب ما الفرق بين البائن بينونة الصغرى والبائن بينونة الكبرى؟ نقول في هذه الحالة كم طلقها؟ طلقتين فقط،
وهنا كم طلقها؟ 3 طلقات. ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه هنا يحق له أن يتزوجها مرة أخرى، وهنا لا يجوز له أن يتزوجها حتى يأتي شخص آخر ويتزوجها الشخص الآخر ثم يطلقها هذا الشخص الآخر، فيحق للزوج الأول أن يرجع مرة أخرى ويتقدم لها كما قلنا أيضا بعقد مستوفي الأركان والشروط. الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان في الحالة الأولى والثانية، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا هو المنهج الشرعي في التعاملات الزوجية، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، ثم قال عز وجل في الآية التي تليها فإن طلقها، قال علماء الطلقة الثالثة يعني طلقتين له، الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها هذا الشخص الآخر، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. إذن المسألة في هذه في مسائل الطلاق هي مسألة كما يقال عظيمة جدا. الله سبحانه وتعالى عظم أمر الزواج وعظم أمر الطلاق، ولا يجوز للرجل أن يتلاعب به، بل يستخدمه كما يقال باعتدال، يمارس حقوقه الشرعية باعتدال ولا يتجاوز التجاوزات الشرعية. وهذه مسألة مهمة جدا، فإذا أراد أن يطلق يطلق طلقة واحدة، وخلال فترة العدة يفكر هل يعيدها أو لا يعيدها ثم يستمر معها. وبعد ذلك إذا الأمور لم تستقر كما يقال، والأمور لم يعني كانت في هناك مشاكل زوجية، هنا يحق له أن يطلقها الطلقة الثانية كما يقال، ويترتب عليه حكم شرعي أنها تسمى رجعية ما دامت في العدة، يحق له أن يرجعها مرة أخرى. وحتى لو انتهت العدة وذهبت إلى أهلها بعد الطلقة الأولى أو الثانية، هنا يحق للزوج أن يتقدم لها، وهذه نسميها الحالة الثانية بائنة بينونة صغرى، يتقدم لها فإما أن توافق عليه أو ترفض له، فإذا وافقت يكون بعقد جديد أو ومهر جديد كما يقال. الطلقة الثالثة هي نهاية الحياة الزوجية ونهاية العلاقة بينهما كما يقال، ولا يجوز له أن يتزوجها حتى يأتي شخص بينهم كما يقال ويتزوج هذه المرأة برغبته ويطلقها برغبته، فعند ذلك يحق لزوجها الأول أن يرجع لها ويتزوجها مرة أخرى. الله سبحانه وتعالى كما قلنا قال الطلاق مرتان وترتب عليه الأحكام الشرعية، ثم قال في الآية التي تليها فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها هذا الشخص الثاني، قال سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. إذن المسألة كما قلنا مسألة مهمة جدا، وينبغي للرجل أن يحكم عقله في مثل هذه الأمور، ولا يستعجل بالطلاق حتى لا يندم وحتى لا يقع في هذه الإشكالية الكبيرة وهي المطلقة، وتكون زوجته مطلقة بائن بينونة كبرى. إذن هذا ما يتعلق بأنواع المطلقات، نعيده على بشكل سريع. الرجل إذا طلق زوجته فإنها لا تخلو من 3 حالات، إما أن تكون طلقة واحدة أو طلقتين أو 3 طلقات. فإذا طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقة ثانية وهي لا زالت في العدة الشرعية، وكما قلنا كل امرأة لها عدة تختلف عن أخرى، لكن الغالب أنها 3 حيضات أو 3 قروء كما قال الله سبحانه وتعالى، في الحالة هذه وخلال هذه المدة يجوز للرجل أن يعيدها ويرجعها مرة أخرى، وتسمى مطلقة رجعية، أي أن الرجل يحق له أن يرجعها ما دامت في العدة كما قال سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. البعل هو الزوج. أحكامها هي مثلها مثل سائر النساء، لها ما للنساء وعليها ما على النساء، لها حق السكن، لها حق النفقة، وأيضا للزوج وزوجها لا زال محرما لها كما قلنا، ويسافر بها وتعتبر، وأيضا يجوز لها أن تتجمل له أمام زوجها. فإذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجعها، هنا انتهى الذي بينهم، لكن بشكل مؤقت، وتسمى بائن بينونة صغرى. في الحالة هذه انتهت عدتها ولم يراجعها، تذهب إلى أهلها، ويحق له أن يراجعها وأن يعيدها كما قلنا، لكن بعقد جديد وبمهر جديد يكون مستوفي الأركان والشروط. الحالة الثالثة هي مطلقة بائن بينونة كبرى، وهي التي طلقها زوجها 3 مرات وليس له رغبة في رجعتها، فإذا فكر أن يعيدها مرة أخرى وأن يرجعها إلى بيتها، نقول لا يجوز له حتى يأتي شخص آخر
ويتزوج هذا الآخر ويطلق هذا الآخر برغبته، هنا يحق لزوجها الأول أن يعيدها ويرجعها مرة أخرى. الله سبحانه وتعالى قال: الطلاق مرتان، الأولى والثانية، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال عز وجل في الآية التي تليها: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن هذا ما يتعلق بأنواع المطلقات، وكل امرأة كما قلنا لها حالة خاصة فيها مختلفة عن الحالة أو عن المرأة الأخرى. تعلمنا في هذا الدرس وخلصنا أن أنواع المطلقات باختصار هي مطلقة رجعية، مطلقة بائن بيننا صغرى، ومطلقة بائن بيننا كبرى. أيضا تحدثنا عن وسائل وقاية من الطلاق، وقلنا إنها تكون بسبب الزوج، وتكون بسبب الزوجة، وتكون بسبب المجتمع، وتكون أحيانا بسبب تدخلات الأهل كما يقال. الرجل إذا عرف هذه الأسباب حاول بقدر المستطاع هو والزوجة أن يتحاور وأن يتناقش وأن يقوم بحل هذه المشكلات الزوجية بعيدا عن التدخلات الخارجية كما يقال. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ بيوتنا، وأن يبعدها عن مثل هذه المشاكل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق البيوت الاستقرار وعدم المشاكل، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.